ما هو او كيف نجمع بين موضوع هذه المحاضرة وبين الزهد؟ لا منافاة بين الزهد وبين هذه المحاضرة. فالعلماء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد التابعين كان شأنهم الزهد والخير والورع، اما حرم الله ومع هذا يعمل، فلا ينافي العمل الزهد. فالزهد هو الزهد في الحرام، هذا الزهد هو الزهد في العمل. معنى الزهد هو الزهد في أيدي الناس، فيما في أيدي الناس، حتى لا تسألهم ما في أيديهم، وحتى لا تسرق ما في أيديهم، وحتى لا تغشهم ولا تخونهم. هذا الزهد، الزهد في الحرام، والزهد في المشتبهات والريب، حيث يتعاطى الحلال الواضح النقي البين. فالعامل أقرب إلى الزهد، الذي يعمل حتى يأكل شيء حلالا طيبا ما في ريبة ولا في شبهة، هذا الزهد منها في العمل. الزاهد الورع هو الذي يعمل حتى يكون العمل يده. ونبي الله داود من الأنبياء، والأنبياء أجهل الناس وأتقى الناس، وكان يكون العمل يده، كان حدادا يصنع الدروع عليه الصلاة والسلام ويبيعها ويأكل من عمل يده. وكذلك زكريا، نبي الله زكريا كان نجارا يعمل بالنجارة، يأكل من عمل يده. فليس في الزهد والعبادة ما ينافي العمل، فالعمل عبادة أيضا، العمل عبادة مع نية الصالح عبادة، فهو ماشي مع الزهد ولا يخالف الزهد.